他是个厨师，然后呢，他也就为了这小孩子的教育呢，他就画了这个图画。لذلك أنا رسمت الرسمة سبحان الله كترت الخضار وساويت الماء بحيث إنه هذا الشيء بريح الإنسان بشكل عام يعني.位于约旦安曼的慈心之家收容的都是叙利亚难民儿童，而这个刚成立小小的图书室承载的都是一无所有的孩子跳脱现实困境的梦想。 Teaching box, this about disease, this about the human organs. 德智中心经费短缺，只有宗教书籍，慈济志工花了一星期时间筹措善款，添购生活和知识类丛书，丰富孩子的眼界。يوم كان في مكتبة صرت كثير فرحانة. شكرا جمعية سوتشي لأنه لو ما سجلت لي ابني بالمدرسة كان ممكن يضل بالبيت ما يقدر يتعلم ولا يقدر يقرأ أو يكتب. لكن هذه الأعمار صارت كبيرة. تعلمنا من جمعية سوتشي كيف نطور أنفسنا، كيف نتفاعل ونطور أنفسنا ونكون جاء سعداء هبي.بفضل الله أول بعدين جمعية زوتشي带新闻真善美志工吴静、高耀光、范阳汉约旦报道。